شكرا للزملاء واهلا بكم في النشرة الرياضية. جدد الاتحاد الدولي لكرة السلة تعيين سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في عضوية مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة، وهي الهيئة المعنية بتطوير لعبة كرة السلة المنبثقة من الاتحاد الدولي لكرة السلة. ويأتي تعيين سموه تقديرا لجهوده الملموسة في تطوير لعبة كرة السلة عالميا، ولما يتمتع به من خبرة إدارية ومساهمات متميزة على مستوى اللعبة. كما يعتبر تعيين سموه تجسيدا للثقة التي تحظى بها الكوادر البحرينية من قبل مختلف المنظمات الدولية، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة السلة. أبقى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم على حظوظه في التأهل لنهاية كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي ستقام في قطر في 2024، وذلك إثر فوزه على باكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة. ونجح سيد جواد حيدر في إحراز الهدفين الأول والثاني لمنتخبنا الوطني، فيما أضاف زميله حسين عبد الكريم الهدف الثالث للأحمر، ليحقق منتخبنا أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، وبانتظار مواجهته الحاسمة في الجولة الأخيرة أمام اليابان. من جانبه تمكن المنتخب الياباني من الانفراد بصدارة المجموعة بعد تحقيق انتصارا مهما على حساب المنتخب الفلسطيني بهدف دون مقابل. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق شوتا فيجو في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، وبهذه النتيجة رفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد فلسطين عند 3 نقاط متساويا مع منتخبنا الأولمبي. وسط مشاركة واسعة للإعلاميين في مختلف المؤسسات الرياضية في البحرين ودول الخليج العربي، أسدل الستار على فعالية ورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي، والتي نظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم بالشراكة مع منصة الأحمر الرياضية وبإشراف من النادي الدولي للإعلام الرياضي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. خمسة وأربعون مشاركاً ومشاركة في فعاليات ورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي، والتي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم بالشراكة مع منصة الأحمر الرياضية وبإشراف من النادي الدولي للإعلام الرياضي، وذلك في فندق روتانا داون تاون بالعاصمة المنامة. بالنسبة إلى منصة الأحمر، عملت في على مدى شهرين من خلال عملية التسويق لمثل هذه الدورة، وبعد أن حصلنا على الموافقات بأن تقوم منصة الأحمر بمثل هذه التنظيم، بادرنا بعمل الإعلانات له، وقد فوجئنا بأن الأعداد كبيرة جدا. خطوة المنصة الأحمر الرياضية أن هي تنظم لأول مرة ورشة بالشراكة مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، خطوة يعني امتازت فيها، وهي أعتقد منها خطوة أولى لمزيد من الدورات. احنا نشد على يدهم، واحنا كنادي دولي سندعمهم إن شاء الله في الفترة القادمة من خلال أنهم يوصلون على هذا النهج لتطوير الكفاءات البحرينية. وأيضا اليوم وجدنا هناك كفاءات سعودية وخليجية وعربية تواجدت وشاركت في هذه الدورة. نحاول نعرف الناس على معنى التنسيق الإعلامي في البطولات وفي الأندية وفي المنتخب، أدوار المنسق الإعلامي، أهمية وجود منسق إعلامي لكل فريق، ووجود المنسق الإعلامي في البطولات. وكان في جلسة عن صناعة المحتوى عبر الهواتف الذكية، ويعني أعتقد الحمد لله الناس استفادت من وجودنا الحمد لله. أتمنى أن هذه الدورة ما تكون هي الوحيدة، أن تكون في مستويات أخرى متقدمة منها. كل الشكر للقائمين على هذه الورشة. أشكر أيضا أخواني وزملائي الصحفيين اللي حضروا اليوم معنا هذه الورشة. مشاركة خليجية في الورشة، إضافة نوعية لتبادل الخبرات بين المشاركين في دول المنطقة، مما سيعود بالنفع في مسيرة عملهم المقبلة مع مؤسساتهم المختلفة. محمد العالي، النشرة الرياضية.
توج منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات ببرونزية بطولة تايلاند الدولية الودية التي أقيمت بالعاصمة بانكوك، وذلك بعد فوزه على المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف واحد. لعبة منتخبنا الوطني ليليا سبكار سجلت هدفي المباراة في اللقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تمكن المنتخب الياباني من حصد لقب البطولة بعد فوزه على مضيفه التايلندي بخمسة أهداف مقابل هدفين.